البرنامج خوش حكي، واليوم الحلقة كلش مختلفة لأن أني لوحدي وخلصانة من ياسر وراح تخلصون وياي منه، فتخيل الحلقة اليوم ايش قد حلوة. كل عقلك بابا، كل عقلك تشتغلين وحدك وأني ماكو ولا تصير ولا ممكن البرنامج يطلع بلياي، لأنه أني أصل البرنامج. شويش شلونكم؟ كل عام وانتم بخير، صحة وسلامة، ربي إن شاء الله يحفظكم وعيد مبارك عليكم. انت ما تشتغل وجوني قلبك ما يطيب، كسر خاطرك علي يا أخي، أضعف قدامها. حلقة جديدة من برنامج خوش حكي للخميس الجاي راح نكون الخميس، كل خميس عيد العالم، كل عام بخير صحة وسلامة يا رب، كل عام بخير وانت بخير. عيدي شو اقول لك؟ ان شاء الله على الرئيس يومية تتزوج، ان شاء الله عندك جهال يومية، عندك جهال شو ادعي لك؟ كلهن مسويين صغير، سويتهم كلهن، بس ايش حتدعي لي بالاخير؟ شو ادعي لك؟ تبقى موجودة في حياتي وتبقى صديقي الجميل. شوف انا انسانة كيوت، اكيد تقدرون تشوفونا كل خميس على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك، الانستغرام، اليوتيوب صوت المستقبل، وعلى www.صوتالمستقبل.com. يا بعيد مبارك عليكم، ان شاء الله عيد كلش حلو، ان شاء الله تلمون عيديات كلش هواية، وصعدكم هواية فلوس، الله، وتروحون للمراجع. هاي إلي 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 عيدها، صعدكم هواية فلوس، صعدكم هواية فلوس. إيه إن شاء الله صعدها هواية فلوس. منو تدري؟ أول فقرة اليوم غير شكل. يس. اليوم راح نبلش ويا من؟ ويا من؟ حيدر عبد الثامر. حلو. حيدوري. إلك الجو. يلا. بس مو هذا الجو، لا الجو اللي أنا ياك فيه هسه، أوكي؟ إلك الجو حبيبي. أمونة بعد الحكة أمونة ولا سألت أموت إيه الأسباب، أموت إيه الأسباب، أمونا ما ترد علي، على كيفك على كيفك على كيفك، إن شاء الله ما رديت علي يا أمونا. هلو ياسر، هلو حنين، اليوم أنا بستايل ستيني على سبعيني على شوية ثمانين، بي ثلاث سنين من الثمانينات. بس أسأل سؤال، الستينات كانوا ناصبين على السبعينات، والسبعينات ناصبين على ثلث الثمانينات، وإحنا ناصبين عليهم هسة؟ أنا دايخ اليوم، أنا لابس مثلهم، اقتراح المخرج حيدر خالد أنه لازم ألبس مثلهم ولازم أدور لبس قديم ما خليت بالة ما رحت بيها، بيها ريحة بالة هسه لا شمكم الريحه اللي تختنقون. راح ارجع لياسر حنين وما اقول لكم فقرت شنو بعدين. رجعنا من حيدر مثل العاده. حلو حلو حلو، حيدوري حلو، دائما حيدر حلو. وين نروح؟ نروح للانثى الجميله اللي ويانا اليوم، طلعه كلش جميله، نروح نشوف ياسمين. مرحبا ياسر، مرحبا حنين. سؤالي اليوم هو شنو اللي تحب يصير او ينبني ببلدك او مدينتك؟ اكيد مو بس ياسمين لطيفه، عندنا ايضا فقره حلوه كلش. هاي الفقره شنو هي؟ فقره اللي احنا تعودنا انه كل مره نروح المحافظه، اليوم محافظه كلش حلوه واثريه وتجنن، محافظه مختلفه جدا، محافظه مميزه بكل تفاصيلها. اليوم راح نروح البابل الحل. انا بحل الحل. الحل اساسا تسع اطراف، صوب صغير ثلاثة، وصوب الكبير أربعة، إيش اسمه العفو ستة. رجعنا وياكم من الحلة وأهل الحلة، يعني أحلى مدينة. وين أروح هسه؟ راح أروح الفقرة الثانية، والفقرة الجاية فقرة المرأة، واليوم فعلا فقرة المرأة مختلفة تماما. نروح نشوف شكو بالفقرة ونرجع لها. نظرة الأطفال كانت جدا جدا سلبية وواضحة، إضافة إنه أنا أصلاً ما أعرف ليش يجي صار بي. أكيد رجعنا من فقرة المرأة وراح نروح لفقرة ثانية. الفقرة الجاية هي شنو؟ عندنا شباب حلوين مرتبين مسوين لنا مشهد تمثيلي، تبي تشارك بالمشهد عادي. مشهد تمثيلي ما يحب يشارك بي، حنشوف المشهد وراجعين. يلا. طبعاً قلت لها لأمي، قلت لها ما أشتري صفرة، قالت لا أشتري صفرة، وأكو سيارة بيضة وصفرة، أدري بيضة سلك بس أردفتهم. أكيد فقرتنا لازم موجودة، ما يحلى البرنامج بدون فقرتنا اللي هي شنو هي؟ لقاءاتنا. وبعد شنو عندنا؟ شلون نختم عادة؟ الرسائل الوطنية الحلوة اللي يقدمها برنامجنا الحبيب راح نشوفها. قدرون تشوفون خوش حكي، وخوش حكي عراقي. خوش حكي عراقي أصلي. كل يوم خميس وين؟ على
ما تحشي مو انت تقول www.صوتالمستقبل.com. الله على الفيسبوك والانستغرام واليوتيوب صوت المستقبل. يلا. إيه الله يرحمك يمه، انطت نهاية من كنت امتحن بكالوريا وتقول لي هاي تحميك من العين يمه، وهسه من اشوف حياتي اقول صدق دعاء الام ما ينزل للقاع ابد. شفت مصايب يا مو مصايب، تخرجت وحياتي بالجامعة يوميا انفجار وقتل وخطف، بس انا كملت واجا وراها الارهاب وما بقى على حالنا حال، وهم الله حرسني ورعاني وببركة دعائها وحرس العراقيين كلهم كانت تدعي للعراق كله. وورا كل هاي المصايب هاي اني بعدني عايش، مو بس عايش، عايش ابني ببلدي ومهندس، وشهادتي افتخر بيها مثل ما افتخر بامي وابويا وافتخر بكل العراقيين. الرسالة الوطنية جن، يعني واحد حقيقة ما يعرف قيمة الأم إلا يفقدها، ما يعرف قيمة الدعاء مع الأم إلا يفقد الأم. يا رب يحفظ أمهاتكم وأمهات العراق كله، يحفظ العراق كله عنتم بخير. أحلى شيء بالموضوع إنه يمكن المخرج راح يطلع حنين راح تأكل على أساس، بس المخرج حيشيلها. عموماً مش محتاجيها، إحنا ما محتاجيها أصلاً، مجرد وجودي أنا بالبرنامج أكيد أنا أهم منك أكيد يعني. أوكي، الفقرة اللي جاية فقرة لقاءات، وأكيد أنا اليوم كالعادة أحلى منه وجاملة، وأقول له أنت أحلى مني. نروح نشوف لقاءات نرجع. أنت قاعدة تبنين بيت، ما عندك فلوس تجيبين عمالة، تعتقدين أنه ممكن العراقيين يساعدوك بالبناء؟ طبعاً. ليش؟ يعني العراقيين يعني صاحبين وقفات وعندهم غيرة، مستحيل يعني يشوفون واحد محتاجه وما يساعده. إذا عندك بيت تريد تبنيه وما عندك فلوس تجيب عمال وطلبت من العراقيين أن يساعدوك، راح يساعدوك لو لا؟ أكيد. ليش أكيد؟ يعني الأصدقاء الأهل فأكيد يعني يساعدون. أنتي دا تريدين تبنين بيت وما عندك فلوس حتى تنطين للعمالة، تعتقدين أنه العراقيين ممكن يجون يساعدوك بالبناء؟ أكيد، يعني العراقيين نخوة والغيرة، يعني أكيد أصلاً بدون ما أطلب راح يساعدوني، وأنا نفس الشيء لو أحد طلبني أكيد راح أساعده. يعني يا معروف الشعب العراقي صاحب غيرة ونخوة، وبهيج مواقف ما يعرفون يعني واحد محتاج. أنت جايدة تبني بيت أوكي إيه أوكي، وما عندك فلوس حتى تطلع عماله، تعتقد أنه ممكن العراقيين يساعدوك بالبناء؟ طبعاً العراقيين أهل نخوة وحمية وما يقصرون ويا واحد، أنا دائما شفت عالمي من فقرة ساعدهم. أنت شايفيش حالة قدامك إنه عالم ما عنده فلوس راح يساعديهم؟ مساعديهم، ساعدوا الفقراء هوايك وساعدوهم ببنيانك وساعدوهم ماديا، يعني هيك على عيشي. ويساعدوهم بالبناء هم يعني يبنون وياهم؟ بالبناء أنا واحد منهم. شلون؟ مساعد جيراني هيك المات الله سويت الوجه الله ببلاش. اشتغلت بناء يعني اشتغلت عماله وياهم؟ اشتغلت وياهم ما نمت الليل ثلاث أيام. حلو حلو قاسم، انا فرحان بيك قاسم. بس اكيد لقاءاتي احلى من لقاءاتك، يعني دائما لقاءاتك احلى. اوكي، عندنا شباب حلوين مرتبين مسوين لنا مشهد تمثيلي، حنشوف المشهد وراجعين. يلا. يعني يوميه تبقين عطلانه ادير بيتش بالسير فوق التي اشتغلي اليوم، اشغلك اشغلك. طبعا قلت لها لامي، قلت لها ما اشتري صفره، قالت لا اشتري صفره، وراكو سياره بيضه وصفره، ادري بيضه سلك بس ردفتهم. بعدين الباتري موجود، الكهربائيات نفس ما هن، ماي متروسه. لا 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 ما بيها ولا عطل، ليش ما تشتغل؟
ادفع 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 اصعد اصعد وقفها. لك شنو انت جون سينا رامبو تدفع وتصلح وتمشي وتدير بنزين وهاي كلها سويها بوحدك؟ هاك حبيبي هاك روح العب ويا الجيران هاك الاطمك بيها باوع. الله لا يعوز غناء لك ولا لكل الناس، انا بكيفي اصلح وادفع واسوق بوحدي، توكل بالله ما محتاجك. بالعافيه علي جون سينا، روح وفالك هم تصلح وهم تمشي وهم تدفع، بس مو صوتك، صوتك اني اقدم لك العون والمساعده لطير. لا عمودي عمودي فدوى روح لوجهك ابو سيدك اصير لك جسر. لا تعوفني عمودي، انا فد واحد غير بوخه وبسحتي ترى بوحدي ما ادبرها. هو ايش خرب العراق ودمره غير امثالك؟ ايش خربه؟ انا اسوق، انا امشي، انا ازرع، انا ارقص، انا مش اسوي صدق كذب يا ولد. بنامر عليكم بس شوي دفعه. اشتغلت الله لا يعوز لك حمودي. طفت العقل حمودي. لا حمودي دخيلك العقل حمودي. حمودي صاير حلو حمودي مو ولا قبل شويه قام طلع راسك من الجامعه وصيح حمودي الله لا يهز لحد حمودي. هلو اليوم وباكر وبعد دقيقه اقول الله لا يعوزنا عليك. طبعا صلح لحد ادفع بوحدك. لا حمودي روح بوحدك. لا حمودي لا حمودي لا حمودي لا حمودي حمودي تعال حمودي. شفنا المشهد التمثيلي وشفنا الشباب سووا اكفد ملاحظه انه اني اليوم لابسين اسود. يس اني غرت منك انت بلشت واني غرت اني اعترف. تفشلني والله هالبنيه فشلتني دائما تحرجيني باخلاقك دائما بس طالعين حلو يقول لك من لبس السواد يعني اوكي يا سبع العباد. اكيد يا سر يسبع سبع العباد اكيد انت تسبع سبع العباد اوكي. نروح الحيدر، حيدر وعدنا انه عنده مفاجأة، نروح نشوف حيدر عبد الثامن شنو مفاجأته؟ روح نروح نشوف ونجي يلا. سؤالي لهذا اليوم الشاب والشابة العراقية قبل أحلى لو هسه، يعني الستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات أحلى من 2000 وهسه؟ لو 2000 وهسه أحلى. أروح للناس وأشوف شو تقول، قبل أحلى لو هسه؟ ما لكم علاقة بالوراي سبعين من أمه. الشاب والشاب العراقية الستينية والسبعينية والثمانينية والتسعينية أحلى لو هسه 2000 وهسه أحلى؟ لا طبعا 2000 وهسه أحلى. شنو الفرق؟ إحنا دائما نعيب عليهم وهم يعيبون علينا، ليش يعيبون علينا؟ لا ما يحتاج يعيبون علينا، هم خلي يشوفون صورهم القديمة ويقارنوا نفسهم ويانا. ناصب لي على روحهم والله. ليش متعب نفسك ولابس مثلهم؟ لازم حتى وصلك على صور سناب وياك. زين هسه شطيك وتلبس مثل لبسي. ايش ما تنطيني ما راح البس. ليش؟ ما اقدر لا تقارني بذاك الجيل. زين ابوك من يشوفك او جدك او عمك من يشوفك لابس يقول لك ايش لابس؟ ما تقول ايش لابس؟ اقول له لا انت ايش لابسين؟ الياخ اللي هنا البنطلون اسود الابيض هذا ايش عندك؟ والشعر والشعر هذا الشعر نازل اللي هنا انه ما يمشطون ما يمشطون له. زين هم ذاك الجيل ها مرته ما شايفه ذانا سبع سنين هم مغطيه. يقول لك كويس سالفني 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 يقول له شلونك؟ شنو اخبارك يا بجيب لنا مسواق وياك لك هاي صادق قد ما سامع صوتك. اللبس السبعيني والشباب السبعيني والشابات السبعينيات والثمانينات والتسعينات احلى لو هسه احلى. يعني انا برايي هو كل يعني جيل له متطلباته بس انا اشوف انه الحداثه هي مطلوبه حتى بموضوع الشكل يعني اكيد يعني احنا خوما بهالوقت راح نبقى متشلبين بموضوع تنور الكشمير. اتذكر انا كانت خالتي كبيره انه قلم الحمرة يصير هو ظلاله هو احمر خدوده هو يعني حمرة ست البيت هذا مو قلم حمرة. شاب وشابه سبعينية وثمانينية والستينية والتسعينية احلى لو هسه شباب هسه احلى. هو ذاك الوقت مو حلو بس اكيد هذا الوقت احلى. الناس بتطور والحياه مستمره واكيد لازم كل ما يجي وقت الناس تصير احلى وافضل وتتطور وافضل كل الاشياء. هذا جيلنا حلو لو جيل الستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات شاب وشاب العراقي. لا احنا لما ننظر لهذا الموضوع لازم يعني نقيسه من كل الاتجاهات. يعني انا اعتقد هذاك الجيل افضل اقلها خرج لنا اشياء كل الزينه توني ذكرتها اللي هي لها علاقه بالاغنيه لها علاقه بالثقافه لها علاقه بالسياسه لها علاقه بالفن. ولما تجي تشوف هذا يعني هي تعرف المجتمعات مو شكل فقط المجتمعات هي ذوق
أخلاق هي ممارسة، هي سلوك. فبالنتيجة أنه أنت لما تجي لي بهذا الزي، أنا أتذكر الفترة الذهبية بس ما يقولون عنها. يعني شاب أو شاب العراقي بالسبعينات والثمانينات والتسعينات وحتى الستينات، أحلى لو هسه جينا. والله تقدر تقول قبل أحلى وهسه أحلى، لأنه كل ستايل بميزاته. حاليا الستايل مو موحد مثل السابق تلقاه تشارليز قصة الشعر الزلف، مو زلف عياري، اي والسترة شوار بالنسر، تشارليز وشوار بالنسر وهذه الامور. حاليا تلقى يعني مختلف الاذواق، وما تقدر تقيسها تحدد انه سابقا احلى وحاليا، لان لو تشابهت الاذواق لبارت السلع، وكل قام مقام مثل ما يقولون، والكل زمان حديث. والله بشرفكم لو عندي هاي السيارة مال قبل مو احسن من الجكسارة مال هسه. هذا الفرق، سيارات قبل أغلى من سيارات هسه، وبدلات قبل أغلى من بدلات هسه. أرجع وياكم برنامج خوش حكي، فقرة سوالف هنا حيدر عبد الثامر. شنو هاي حيدر؟ شنو هاي قلبي؟ بالنسبة للياخة هاي شنو؟ أنا غرد. طبعا هاي الياخة بيها واي فوائد. أنا غرد، أريد مثله، أريد ألبس لبس ستيني. إيه. وأنت بشكل ستيني. والله كانوا حلوات طبيعي يعني. والله كان جمال طبيعي ذاك الوقت. والله يعني مو هسه نفخ وتفخ وشفخ. الله يجبر بخاطرك. ايه بس هل الياخة بيها فائتين؟ وهي اول شيء انه يعني من البرد تحميه، يعني تحمي شتافاته. زين. وبالحر يهفي بيها. واو. يعني صيف وشتوي. لا شغل. واو. حيدر انت شغل. متعوب عليك. عاشتينك حيدوري. وين نروح؟ انت يمك. شو هي الفقرة الجاية؟ اعتقد المراية. يس. اليوم المرة اللي ويانا قوية وسباعية ومختلفة، خلينا نروح نشوف شنو موضوع آية ونرجع عليها. مرحبا، اسمي آية القيسي. من خلال مهنتي وكوني إعلامية، هواي نفتقد الرسالة الإعلامية بمجتمعنا، وأنه إعلاميين يوجهون حملات توعية بالمجتمع، حملات توعية للشباب، للناس، للعوائل، يطلعون للشارع يشوفون حال المجتمع. كان مشواري هو الإعلام ومهنتي المستقبلية، ولاقي نفسي بهذا المجال. جيت المركز بغداد للإعلام كمتدربة، بعدها إن شاء الله السنة الجاية أداوم كلية إعلام وأبدي أمارس المهنة. ما عدا هذا كله أنه أنا لي نشاطات بمجال ذوي الإعاقة، راح أبدي بالنشاطات تخص المرأة العراقية. سبب الحادث مالتي كان سرطان بنخاع العظم بعمر 6 سنوات. بعدها سافرت واضطريت أنه أبترها وأتخلص من عندها لنهاية الفخذ. بعد البتر أخذت ما يقارب 20 جرعة إشعاع كيميائي. بعد الإشعاع الكيميائي جيت ورجعت لبغداد، ما كنت مسافرة بالأردن. رجعت لبغداد وداومت أول ابتدائي وبحجاب، لأن شعري كان ماكو. نظرة الأطفال كانت جدا جدا سلبية وواضحة، إضافة أنه أنا أصلاً ما أعرف ليش يجي صار بي. فترة الإعدادية بديت أوعى على نفسي وبديت أعرف آية شنو وآية ليش يجي صارت. اضطريت أنه أستغني عن الجزء التجميلي للطرف الاصطناعي اللي هو الإسفنج اللي يغطي الحديد، استغنيت عنه وطلعت به للناس. هذه الخطوة كانت يعني علاج اللي هواية خدوش بآية، كسرت هواي حواجز بداخلي، ضغطت على نفسي، ضغطت على أهلي، تحملت هواي نظرات بالشارع، هواي تساؤلات بالشارع كانت تتوجهني من خلال النظرات أو من كلام أو ما شابه ذلك. بس هاي الخطوة كانت السبب بالقوة اللي تمتلكها آية حاليا. هذه القوة ما اجت اعتباطا، أنا تقريبا ما يقارب السنتين علاج. يعني هذه السنتين كانت سنتين عظيمة، ممكن البعض يقولون شلون انت تقولين عليها عظيمة وكلها أذية وكلها ألم. لا، ماكو هيجي شيء، يعني كلها طلعت نتائج عظيمة من جانب القوة والثقة والإصرار. أنا كل وجع أتوجعه ويعلمني، هذه كلها أمور تعلمني. بس أبد ما تكاسلت، ومارس حياتي بشكل جدا طبيعي، أصور، أروح مركز، هواي أمور أسويها، أبد ما ماخذ الموضوع بكسل. هواي نساء عالميات عراقيات أيضا
وعلى مستوى عربي أيضا نكون عالمين، خلينا نكون على مستوى عربي. أنا هذه الحياة ما اجتني اعتباطا، اجتني من سند أهلي، اجتني من ثقتي بنفسي أولا قبل ثقة أهلي بي. من أثق بنفسي يعني أقدر أثق بكل حياتي وأقدر أعطي ثقة لأهلي. مجرد قوة شخصية هذا كل اللي نحتاجه. كوني قوية وأسعي لخدمة هذا البلد، لأن إحنا نساء متساوين مع حقوق الرجال، ثم هم يسعون لتطوير البلد، إحنا ما راح نسعى لتطوير البلد. يعني حقيقة المرأة العراقية مرأة بطلة مجاهدة، أنا كلش حبيتك آية، وإحنا وياك يعني برافو عليك حقيقة ونصفق لك، وإحنا وياك مساندك وين ما تكونين بالإعلام، إحنا حنساعدك بأي مجال حتدخلي، إحنا وياك وإن شاء الله نكون وياك قلبا وقالبا. مساندك دائما. عاف شديدك كلش عاف شديدك أيوب. أوكي. نروح للفقرة الثانية، الفقرة الجاية مثل ما قلنا لكم راح نروح اليوم المحافظة كلش مختلفة، أحلى ما بها آثارها ما تشبه أي مكان بالعالم، نروح نشوف بابل ونرجع لها. هلا بابل. الحلة أساساً 9 أطراف، وصوب الصغير 3، وصوب الشبير 4، إيش اسمه العفو 6، وصوب الشبير يبدأ من الجامعين وبعدها تجي إلى منطقة جبران، فسميت يعني بجبران نسبة إلى قاضي جبران، بعد قاضي جبران فسميت بالمهدية، بعد المهدية تجي منطقة اسمها الجباويين، ذولا اجوا من منطقه اسمها جبه مين من الرمادي، بعد الجباويين تجي منطقه اسمها التعيس، سميت بالتعيس، صارت بها معركه تعيسه ماتوا بها ناس هوايه فسميت بالتعيس، ومنطقه الكراد يعني مو ساكنيها كراد، كانت للكري بها نهران هوايه فسميت هي شنو كري، فمشت بالكراد. طبعا اكيد اكو مهن وحرف يدويه قديمه يعني من ترجع الزمن العشرينات ما زالت موجوده لحد الان، وخصوصا في بابل نلاحظها في سوق الصفارين ما زالوا يتمتعون بنفس العمل ويقومون بنفس الاعمال اليدويه، وكذلك الحياكه والنسيج، النسيج اللي يشمل البشت الرجالي احنا نسميها العبار الرجالية، دول الخليج تسميه البشت الرجالي، ما زال أهالي بابل يعملوه ويتقنوه أيضا، والعقال العربي كذلك، العقال العربي نلاحظه في جميع المناطق الجنوبية ويمتاز به أهل بابل. كل فصائل المجتمع العراقي ساهمت في تحرير جرف النصر، هناك نساء ساهمن في تحرير جرف النصر من خلال الدعم اللوجستي والمعونات الغذائيه التي قدمتها للمقاتلين، هناك فنانين ساهموا بالنصر من خلال الاعمال الفنيه، كل هذا من اجل العراق، من اجل ان يكون خالي من الارهابيين. تعتبر اذا مدينه الحله هي مدينه مثقفه ومدينه جميله جدا، حيث تقع في قلب العراق، تعتبر على تحتضن شط الحلة الذي يقسمها إلى جانبين، الجانب الصوب الكبير والصوب الصغير. من هذا نرى أن هذه المدينة لها ماض قديم جدا، على اعتبار هي تعتبر وليدة مدينة بابل الأثرية، وإن فيها رجال كما قيل لو أقسموا على الله لبر بقسمهم. الحلة وأهلها شفناها كان فتشي كلش حلو صح. يجنن حلوين أهل الحلة لما أنت عيديات لا أنت حتطيش أنا أول واحد أطيش عيدية أكيد بس أنا بكيف أختار نوع العيدية أنا قابلة ها؟ أي شيء منك حلو أي شيء قابلة بو؟ أي شيء منك حلو هاي فرصتي طبعا أكيد طبعا قبلة بأي شيء أوكي قلبي راح نروح لوين حنروح لمنو ياسمين يس خلونا نروح نشوف ياسمين شنو سؤالها اليوم ونرجع احنا هيا يا ياسمين هيا
مرحبا ياسر، مرحبا حنين، مرحبا حبايبنا اللي يتابعون برنامج خوش حكي على اليوتيوب والفيسبوك والانستغرام، على موقعنا الخاص بالبرنامج www.صوتالمستقبل.com. سؤال فقرتنا احنا والناس اليوم هو شنو اللي تحب تشوفه ينبني او يصير بمدينتك او بلدك؟ شنو تحب تشوف يصير او ينبني بمدينتك او بلدك العراق؟ اكيد نتمنى كل شيء، مثلا مدارس، مستشفيات، معاهد تدريب بالموسيقى، يعني روضات اطفال، مولات، يعني نتمنى كل اشياء تصير عندنا وان شاء الله تحقق ان شاء الله. مرحبا. مرحبا، اهلا وسهلا. شنو تحبين يصير او ينبني بلدك او مدينتك؟ يعني المتنزهات، ناطحات سحاب، يعني مثل برج خليفة، مثل ها، يعني اشياء تفتقر الى بلدنا، متنزهات للجهال، مكان العاب، حدائق حيوان يكون معتني بيها شوية. صحيح، احنا نلاحظ هسه بانه ماكو حدائق ترفيه للعوائل او مكان، يعني هاي خصوصا للجهال، يعني صايرين يعني طلعتهم للمول، والمول يعني همنا مو بالنسبة للجهال، يعني نراد لهم مكان، يعني مناطق خضراء مفتوحة هيك شيء. بلدي العراق، أنا من مدينة الصدر، محتاجة مراكز صحية، محتاجة مستشفيات، هالشي نفتقده بهاي المدينة ونفتقده ببلدنا يعني بصورة عامة. والله أتمنى يعني تطوير المدارس الموسيقية، يعني هذه منيتنا، يعني يعني يصير بمناطقنا مناطقنا تفتقل هذا الشيء. يعني زين، تنفعك المدارس الموسيقية بشيء عندك؟ يعني عندي موهبة غناء. يعني يلا سمعنا. عنده موهبة. مدينة الحب أمشي في شوارعك، ونار الحب محمولا بأكفاني. الله، عاش صوتك، شكرا لك. سمعنا رأي الناس، وبالنسبة إلي أكيد أتمنى أشوف مستشفيات والحدائق والمدارس تنبني بالعراق، وأتمنى أشوف العراق بأحسن صورة. ولا تنسون تقدرون تتابعون جميع حلقات برنامج خوش حكي على اليوتيوب والفيسبوك والإنستغرام، وعلى موقعنا الخاص بالبرنامج www.صوتالمستقبل.com. وهسه راجعين يا ياسر وحنين، وأريد هم أسمع جواب من عندهم، شنو تحبون ينبني أو يصير بمدينتك أو ببلدك؟ باي باي. والله ياسمين، بالنسبة لسؤالك سألتينا إياه، أنا حقيقة عني تدري شو أتمنى ينبني؟ أول شيء الإنسان عندنا، ينبني الإنسان وينبني العراق كله من جديد، لأنه شبع دمار وشبع تخريب، أتمنى العراق كله يرجع ينبني من جديد. وأنا عندي أمنية ثانية، أنه نعيد إحياء التراث أو الأشياء التاريخية بصورة صحيحة. عندنا هواي أماكن تاريخية مهمة ومؤثرة بالعالم كله، وإحنا ما معتنين بها بالطريقة الصحيحة. صح. فأتمنى ينعاد بناءها وينعاد حلو. احترام هالأماكن. اوكي، وصلنا تقريبا لاخر فقره، مو تقريبا، احنا وصلنا لاخر فقره، فقره الختام. قبل فقره الختام لازم نودع، نقولكم كل عام بخير. اكيد يا رب ان شاء الله العراقيين كلهم بألف خير وسلامه، وربي يحفظكم من كل مكروه، والله يبارك فيكم، وايامكم كلها عيد وهناء ان شاء الله. كل يوم خميس خوش حكي عراقي اصلي. وين نلقى؟ على www.صوتالمستقبل.com، على الانستغرام، فيسبوك، يوتيوب، صوت المستقبل. ولا تنسوا انه فقرات البرنامج انتم تعدوها، من ترسلون لنا مسجات من خلالكم نعد البرنامج. كل الحب لكم، الله يحفظ العراق، كل العراقيين. باي باي باي. من حال الحال يومية شكل، مثل اللابس قميص ويوقع عليه عصير، قابل يذبه ويمشي مصلخ. قالوا لي درسي حتى تصير لك قيمة بالمجتمع، ودرست وليه هسه دا أدرس، أقدر أشوف شنو نتيجتها، بيها فائدة لو لا. مرات تحس نفسك قاعد بنفق، وبنهاية النفق ماكو أي ضوء، تتخبط بالحياطين، نفق يمنى ويسرى. مو بس نفق، أحس روحي قاعدة بقارب والأمواج تاخذنا يمنى ويسرى، ماكو استقرار. هذا حال العراق، يوميا على هالحال، يوم نظيف ويوم ملطخ بدماء أبناء، بس شو نسوي؟ نزعل القميص ونغسله ونرجع نلبسه على عناد الإرهاب حتى يبقى العراق. ولعيون أهلي وبلدي درست وثابرت وطلعت الأول على كليتي وحصلت بعثة دراسة الماجستير، يعني حياتي هنا طلع بيها فائدة، بس المهم نثابر وننتظر الفرصة المناسبة. النفق الأظلم اللي دخلنا بيه داعش لقيت بيه ضوء بالنهاية،
وطلعت مو بس واحد شلت النفق الأظلم، هواي عراقيين كانوا وياي بس ما حد يشوف الاخر من الظلمة. كنا سوية بهذا القارب، يا تاخذنا الأمواج وتكسرنا، لو نجدف كنا بإيد وحدة نوصل البر الأمان. إيد وحدة ما تبني البلد، بس إذا كنا سوا راح نبني البلد.